الاول هنقول طاقم التحكيم وهنتكلم الظاهره بتاعه المباراه كابتن علي الاول. عندنا طاقم التحكيم النهارده الحكم طارق مجدي ده من منطقه القاهره حكم يعني لو في نصيبه كابتن علاء ده كان بقى دولي من 5 6 سنين. طارق مجدي كان حكم المباراه. ساعد رقم واحد كان احمد لطفي من منطقه الشرقيه. ساعد رقم اثنين محمد عزازي منطقه القاهره. كان الحكم رابع محمد سيد بكروي على الفار. كان محمد الصباحي وحماده الكلاوي واحد من القاهره ومحمد وحماده كان من منطقه سوهاج. البعض يرى كابتن علاء ان المباراه سهله. مفيش في حالات ومفيش في مشاكل. ولكن انا عايز اقول حاجه ثانيه خالص بنظره تحكيميه. الحكم احيانا بيسهل المباراه كابتن على نفسه. في حكم بيسهل المباراه على نفسه وفي حكم بيصعب المباراه على نفسه. لا المباراه كان فيها حالات وفي حالات تحكيميه كثيره ولكن تمركز الحكم وتركيز الحكم وتعاون طاقم التحكيم مع الفار هم اللي خلوا المباراه سهله. حاجه ثانيه مهمه جدا سلوك اللاعبين داخل الملعب دي احيانا احنا مش بنبص لها. سلوك اللاعبين داخل الملعب مساحه الملعب الكبيره كابتن هاني احيانا اللعب بيبقى مش ملعب ضيق احيانا بيبقى التحامات كثيره. النهارده ملعب واسع وبالتالي تدي فرصه للحكم ان هو يتحرك كويس وبالتالي النهارده مفيش حالات تحكيميه ولكن في اختبارات كان الحكم كان موجود في الحادث وكان موجود في التمركز الصحيح.